بيتاخد الى حد كبير، كان مسيطر على الولاد في الفتره الاخيره. الاداء انا شايف ان هو كان مقنع، والروح كانت عاليه، التزام الخطوط بشكل عام، انا بتكلم عن فرقتي يعني، التزام الخطوط بشكل عام ضد الطريقه والاسلوب اللي احنا بنلعب بيها كان اكثر من رائع. اتصور ان احنا حققنا فوز مستحق وباداء جيد، لكن الماتش ده انتهى. انا في حاجه لان انا افكر في المباراه القادمه، المباراه المغربيه ان شاء الله.